خليني اقول لك برضو يا حسام، يعني في سياق التحريف والشائعات اللي بنتكلم عليها، قناة الشرق الإخوانية اذاعت اكتر من شائعة خلال الايام الماضية، لكن انا عايز اقف بالذات عند تصريح كاذب بينسبوه للدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. بيقولوا نصا كده ان وزيرة الهجرة بتسخر من المصريين بالخارج وبتطالب بانتاج افلام كرتون لزرع الانتباه فيهم. طبعا يعني الكلام ده عار تماما من الصحة، والحقيقة ان تصريح وزيرة الهجرة دكتورة نبيلة مكرم منشورة على كل المواقع من خمس أيام، وهي بتقول نصا كالآتي في كلامها أن الوزارة تسعى لمزيد من التواصل مع الأجيال الأصغر وأبناء المصريين بالخارج، وأن هناك خطة لتقوية التواصل معهم بآليات ترفع من روح الانتماء وتعيد للغة العربية أهميتها بالنسبة لهم، وأن الخطة دي على أكثر من محور من بينهم نشر أفلام كرتون لهذا الغرض على موقع الوزارة. يعني لا في سخرية ولا في تهكم ولا في أي شيء من اللي القنوات دي بتحاول إن هي تروج لي كل فترة من فترة للتانية. هو مفيش مسافة الصراحة، يمكن هم مش لاقيين حاجة يعملوها فبيحاولوا ياخدوا ويستقطعوا أي كلام أو أي مقطع زي ما عملوا قبل كده، ويقعدوا طبعا ينزلوا الكلام ده، والكلام ده للأسف ينتشر في أكثر من صفحة، والناس اللي بتعمل شير وبتتكلم بناء على ان ما فيش حاجه او ما فيش مصدر يرجعوا له، لا الكلام مكتوب على صفحه الوزاره بالنص، واعتقد اللي بيفهم هيفهم المعنى الصحيح ليه. هو الموضوع باختصار وبساطه شديده، حضرتك لما بتبقى عايش بره وما بيسمى بابناء الجيل الثاني او الثالث، طبعا لان هم بيولدوا مثلا في فرنسا او في امريكا او في اي دوله، بيبقى طبعا احيانا اللغه اهم حاجه، اللغه العربيه بشكل او باخر، لانه اتولدوا في فرنسا او بتبقى اللغه ضعيفه، فدي افلام لتحبيب الناس يعني في مره تانية في اللغه طبعًا. ممكن تبقى بمضمون سهل للاطفال يعني، وبما اني بوجه كلامي للاطفال فلازم اعمل لهم حاجه على سنهم، يعني هو افلام كرتونيه صحيح، ممكن ينمي فضولهم انهم يعرفوا اكتر، يعرفوا عن البلد، يعرفوا يتكلموا عربي بشكل او باخر، يسمعوا اللهجه المصري. يعني دي كانت الفكره، ما اعتقدش طبعا انه تكبيرها او اخذها في غير سياقها ايضا هيكون برضو مثار برضو اهتمام من الناس. خلينا نقول